السلام عليكم خوتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير صحة؟ لاباس؟ رمضان كريم، واشركم مبروكة. واليوم أول نهار في رمضان اللي صمناه، والحمد لله جالس مزيان بخير على ما يرام. ونتمنى كاملين تكونوا تنتوما جوزتو هاد اليوم جميل جدا، السيام ديالو يجوزو نشاط وبخير، فهمتي؟ ما يتعصب شي، يحاول ما ينفعل شي، لان رمضان ماشي هو الانسان اللي يصوم يتعصب ولا يقول لك لا انا صايم. صايم بالعكس، تكون فرحان ونشيط، ونتمنى تكونوا كاملين نشيطين. الله يدوم علينا بالصحة ومغفرة الذنوب ورضا الوالدين ان شاء الله، ورضا ديال الله سبحانه وتعالى. هاد المنبر هذا كنقول لكم عواشركم مبروكة ورمضان كريم، والله يخليكم لنا ويخلينا لكم، يخلينا دايما خوت وحباب. السلام عليكم.